وصباح الخير وصباح يوم جديد، وهننطلق دلوقتي افتتاح السوق مع نجمة مصر الأولى اللي شرفتنا امبارح بتكريم تحفة وتكريم يليق بمصر وبنجوم مصر وبأعمالها وأفلامها. وبقول لك ألف 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 مبروك. الحمد يا كل لله. الحمد لله. وإيه الوردة الحلوة دي؟ لقيتها كده رحت نازله. ما انا دايما لما بصبح بقول صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، يا رب الاقي ورد وياسمين. فلقيت الورد. طب حلو قوي، دلوقتي هنلاقي الورد والياسمين. يعني شوفوا احلى صباح مع بلبل اما تقول ايه صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل. فاحنا النهارده بننطلق في السوق، وطبعا تعالوا عند احمد شوقي نصبح على احمد شوقي والناقد الكبير وفيو منصة فيو. صباح الفل. صباح الجمال. بصوا في الكاميرا ولا ايه؟ يعني ممكن احنا لايف دلوقتي، وممكن كمان تقول لنا ايه رأيك في السوق النهاردة، وتقول رأيك في تكريم بلبل امبارح، وتدينا فكرة بقى عن الفيو. يعني احنا موجودين في مرجان البحر الأحمر الدورة الثالثة، اللي هو في كل دورة بيتقدم عن الدورة اللي قبلها بشكل واضح. ده صحيح. والصناعة السينما هنا في السعودية بتتبلور، احنا طول الوقت عمالين نقابل مخرجين جداد، كتاب جداد، منتجين جداد، في انفتاح كبير في الدولة، وفي سوق كبير بيتخلق، وفي تقدير للسينما المصرية لما تكون نبيلة هنا وليلى وحتى الجيل الجديد أمينة وفيلم عمرو سلامة اتعرض امبارح. ايوه انا ده لمسته الحقيقة، ولمسته من الكلام اللي اتقال في التكريم. يعني حقيقي شوف انا مشواري ده قد ايه، ولكن اللي سمعته امبارح انا بقى نفسي ده هعمل كده من الكلام الحلو اللي اتقال. يعني عايزاها تقولي قولي تاني، ودني اسمع، لان من كتر الكلام والخضه عارف كلام مضاف الى التاريخ اللي اتقال، ولكن كان كلام جديد في حاجات حلوه قوي. هو برضو مش بيتكلموا عن اي حد. يعني برضو دي بلبلة فكرة عن السوق. احنا هنا في ده سوق المهرجان اللي فيه الشركات والجهات الانتاج المختلفة والمؤسسات السينمائية. كل مؤسسة بتيجي تعرض اعمالها، تقابل الناس، تعمل اجتماعات، تشوف ايه سبل التعاون الممكنة. احنا هنا فيو اللي هي ستريمينج بلاتفورم ضخمة اساسها من هونج كونج وبتشتغل في العالم العربي. استاذ فتحي ومدير الانتاج في الشركه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا، الف مبروك. الف مبروك. اهلا وسهلا. وكنا موجودين السنه اللي فاتت والسنه دي بنرجع تاني للتعاون. الف مبروك. وانا عارفه فيو كانت عارضه كل المسلسلات الحلوه السنه حلوة. اللي فاتت عندكم سبق ان بيكون بتشاركوا في الانتاج، واول عرض في المنصه بتاعتها. صح. سقطت في بحر العسل انتاجي، عايزه ابيع اسوق. اهلا فيكي في اي وقت، احنا موجودين هون لاربع ايام، فبالعكس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو السوق عشان كده التبادل، واللي عنده فيلم عايز يسوقه، واللي عايز ينتج فيلم جديد، اللي عايز يبيع مسلسل. صح. اكيد اكيد. وعندي مسلسل تاني كمان. في مسلسل تمام. لا احنا سعيدين كتير بمسلسل. معايا مجموعه شباب كتيره جدا جدا. موجود. شرفنا تزورينا في اي وقت. احنا في مع احمد هنا، هو قاعدين هنا الفتره كلها، وسعداء بيك يا احمد. دايما انت كمان صوره مشرفه لمصر في كل مجال بتكون فيه، وبرحب بيك. ربنا يخليك يا بوس. شكرا. هبعت لك الافيش بتاع المسلسل، لكن بحر العسل طبعا ما معروف. مش محتاج. انا محتاجه يعني هرمم لكم نسخه حلوه كده، وهتفق بقى معاكم قبل ما اروح ان شاء الله. يلا عملنا شغل حلو. يلا. ولسه مكملين جولتنا مع نبيل عبيد في السوق مهرجان البحر الاحمر. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين.